معايا الحقيقة نموذج مشرف جدا، دكتور يحيى اسماعيل، أستاذ هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات ومدير مركز إلكترونيات وأجهزة النانو بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدينة زويل، واحد من الدكاترة اللي موجودين في قائمة أفضل 2% من العلماء في العالم كله. طبعا هذا التميز هو نتيجة لمجهود كبير وجبار من دكتور يحيى في أبحاث النانو تكنولوجي. النهاردة طبعا هو معانا هيكلمنا أكتر عن هذه الأبحاث والاكتشافات اللي عملها وكانت فعلا تستحق هذا التكريم. دكتور يحيى أنا برحب بحضرتك. أولا كلمنا عن التخصص، تخصص اللي هو النانو إلكترونيكس. كلمنا عن التخصص ده وشمعنا اشتغلت عليه بقالك سنين، يعني شمعنا التخصص ده تحديدا؟ هي النانو إلكترونيكس هي إن إحنا لما بنعمل إلكترونيات زي كده الطوبه اللي بنبني منها اي الكترونكس بيبقى حاجه اسمها ترانزستور، اوكي؟ فمثلا لو مسكنا سيلفون مثلا حديث ممكن يبقى فيه تريليون ترانزستور، تريليون يعني مليون مليون ترانزستور جوه السيلفون ده. هو ده اللي بيديك الميموري الكبيره اللي فيه وبيديك الفانكشنز الكتيره اللي فيه. برضه كمبيوترز النهارده بيبقى فيه عدد كبير قوي من ترانزستورز. ازاي وصلنا للامكانيات الجباره دي في مساحه صغيره؟ ان الترانزستور حجمه صغير جدا، عشان تقدري تحطي كتير في مساحه صغيره لازم الواحد منهم يبقى صغير جدا. فالحجم النهارده بتاع الترانزستور بقى في حجم الايه؟ النانو. النانو ده يعني واحد على مليون من الملي، يعني هي لا يعني تتشاف ولا ما تتشافش؟ لا ما تتشافش حتى بالعين. ما تتشافش، لا طبعا. ده واحد على مليون، شوفي الملي على المسطره قد ايه، قسميها بقى مليون، واحد على مليون من ده ده يطلع النانو. فما بيتشافش الا باجهزه صعبه جدا. بس مش دي الفكره، تخيلي بقى ان انت بتعملي في تشيب، يعني اللي هي مثلا البروسيسور بتاع انتل او شركات كده، او في مثلا 100 بليون من الترانزستور ده. 100 بليون، او الميموري مثلا المحطوطه في الذاكره، الذاكره اللي موجوده في التليفون بتوصل دلوقتي 512 جيجا. 512 جيجا يعني 512 بليون ترانزستور. فحاجات صغيره جدا ولازم تحطي اعداد كبيره جدا قريبه جدا من بعض، ولازم كله يشتغل يا الا الديفايس يبوظ. فهو ده العلم بتاع النانو الكترونكس اللي هو بيجيب تريليونات الدولارات في السنه. صحيح، يعني مجال واسع جدا، في مئات الشركات، كل شركه بتعمل لها 100 بليون دولار في السنه كده. يعني حضرتك يمكن في قائمه افضل 2% في العالم كله من العلماء، طبعا دي حاجه كبيره جدا. بس عشان بشكل كده مبسط عايزين نعرف الناس اهم ابحاثك اللي من خلالها اصبحت من اهم العلماء في العالم كله. طبعا وطبعا ربنا وفقني، انا كنت ابتديت الكارير بتاعي الحقيقي، يعني اتخرجت من جامعه القاهره وبعدين طبعا رحت امريكا وابتديت الكارير بتاعي في امريكا، وكنت بشتغل مع شركات عالميه كتير جدا، وبقيت استاذ في اكبر جامعات امريكا، يعني نورث ويسترن دي توب 10 في امريكا. وكان عندي وظيفه مدى الحياه، واثناء بقى الفتره دي كلها كنت بشتغل مع الشركات العالميه بشكل لصيق جدا، وعملنا ابحاث مهمه قوي على الالكترونيات النانو دي، وازاي يعني لما بتظهر ظواهر كبيره، لما تصغري قوي بالحجم وتحطي حاجات جنب بعض يظهر ظواهر كتيره جدا ما كانتش موجوده قبل كده. انت داخله عالم جديد من حاجات صغيره قوي قوي قوي، فبتلاقي فيزياء مختلفه، طرق مختلفه للعمل وكده. فعملنا اكتشافات كتيره بقى في المجال ده على تكنولوجيات حقيقيه ما كانش ممكن انا اعملها من غير التعاون مع الشركات العالميه دي. فالابحاث دي مشهوره جدا وعليها اقتباسات كتيره جدا، يعني ناس كتيره قروا الابحاث وبنوا عليها. فهو طبقت على ارض الواقع. طبعا كتير، لا وكمان مش بس كده، اتبنت عليه ابحاث جديده واتنشرت. فهو ال 2% دي بتبص على الاقتباسات، يعني كام واحد قرا البحث بتاعك وكتب بحث مبني على البحث بتاعك. فالاقتباسات يعني هم قروا الابحاث الخاصه بحضرتك وبنوا عليها. وبنوا عليها، فهو طبعا اللي بيستعملوها في الصناعه اكتر بكتير من اللي كتبوا بحث تاني. يعني مثلا ايه، ممكن يقراها 1000 يستعملوها في الصناعه، انما منهم 100 اللي يكتبوا بيبر تانية او بحث تاني ويقتبس مني. فهو الحقيقه الشغل بيقتبسوا في صناعاتهم، في صناعاتهم بيستفيدوا منها في صناعات الالكترونيات بشكل عام. طبعا، فالحقيقه ان انا عندي 6000 اقتباس تقريبا. 6000؟ والحمد لله. وده رقم في تخصصنا احنا، رقم كبير جدا، وعدد كبير جدا من الصناعات بتستعمله. ولما رجعت مصر الشركات العالميه اللي هي في امريكا وفي اوروبا ادتني فلوس كتيره جدا فوق ما انا تخيلت. يعني تخيلت لما ارجع، طبعا كان دكتور زويل الله يرحمه، رجعت عشان اساعده في المشروع، يمكن كنت اول واحد ارجع واسيب وظيفه مدى الحياه في امريكا عشان اجي اساعده من غير مرتب، من غير فلوس. يعني انا ما خدتش فلوس خالص من مدينه زويل ايفر، يعني ساعدتهم كتير
وعملنا مركز الكترونيات كبير في مصر، وكنت متوقع ان علاقاتي مع امريكا هتقل، يعني منطقي انا كنت قاعد في امريكا هتبقى علاقه، لا جالي فلوس كتيره جدا من الصناعه هنا في مصر وزادت الانتاجيه، وطبعا باستخدام الشباب المصري الرائع، وطبعا عندنا منه اكتر هنا في مصر من امريكا، يعني نقدر نجيبه اسهل وكده، وخرجنا اعداد كبيره من مصر وبعتناهم في امريكا في احسن جامعات وفي احسن الشركات وعملنا تعاونات، فالحمد لله يعني. وده شيء جميل جدا، فكره رد الجميل للبلد يعني.